مونيك اصبح خارج حسابات نادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده قعد معاه صباحا وقال له ان هو مش هيتأيد في القائمه الافريقيه، مش هيتأيد ايضا في القائمه المحليه، وعليه ان هو يجد يعني يبحث عن عرض احتراف كويس لقدمه للنادي علشان يمشي. اعتقد ان هو اخذ كذا فرصه وما اثبتش يعني او ما قدمش جواز مروره داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي احنا عارفين ان هو من الانديه الكبيره، واعتقد ان هو يعني مش مستاهل تاخد فيه فرصه، بس واضح ان هو الكيمياء بتاعته ما ركبتش. لعيبه كبيره عايز اقول لكم في انديه الاهلي والزمالك الكيمياء بتاعتهم ما بتركبش، وبيروح انديه ثانيه وبيتالقوا ويرجعوا. شفنا زمان لعيبه كتير، احمد شناوي، حسن مصطفى، لعيبه كتير راحت ورجعت راحت ورجعت. يعني ان شاء الله باذن الله بنتمنى لهم كل التوفيق. برضو مونيك لعيب كويس وان شاء الله باذن الله يجد عرض كويس. اعتقد نادي الاهلي الفتره الجايه يبحث عن مهاجم سوبر، لان شفنا عماد متعب كان تعرض لاصابه، كان عنده بعض المشاكل، ولكن عماد ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه برضو يعود. عماد لعيب كبير وان شاء الله باذن الله يكون موجود مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. فييرا